النهاردة 29 رمضان، وديت كانت ظهور الشمس، يعني النور بتاعها كان بيدل على ان النهاردة كانت ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر واهدنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. كل عام وانتم بخير. الشهر الفضيل قارب على الانتهاء، وسوف يتم اليوم استطلاع رؤية العيد بانتهاء شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا يا أرحم الأرحمين. اللهم ارزق الجميع الخير. اللهم انصر أخوتنا في غزة وفي فلسطين، وعليك بالأعداء اليهود يا رب العالمين. تقبل الله منكم كافة الأعمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين.